ذكرت مصادر إعلامية وطنية أن تحضيرات بنواكشوط تجري لإطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والعراق لأول مرة، والتي ستنعقد أعمالها على هامش أعمال القمة العربية خلال الأيام القليلة القادمة. وحسب المصادر فإن الاجتماع القادم سيتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة. جدير بالذكر أن موريتانيا تربطها مع عدة دول مجاورة لجان عليا مشتركة تعقد اجتماعات سنوية تتم استضافتها بالتناوب بين البلدين، وتعرف كل دورة تقييم مجالات التعاون خلال المأمورية الماضية وتمديد ملفات التعاون وتوسيعه لمجالات أخرى.